مشاهدينا إلى حلقة جديدة الميدان من المواسم، مواسم مختلفة ومتنوعة. اليوم هنا من هذه الشعاب، شعاب دمون التي تميزت وما تزال بقناصة الوعول. إذن اليوم مع موسم قناصة الوعول هنا في حضرموت، وانتشر هذا الموسم في محافظة حضرموت وشبوة على وجه الخصوص. هنا ما تسمى بالشوعة أي رأس الوعل، وهنا حامل 40، وهو طبعا ما يرمز إلى قوة الوعل وأيضا كبر هذا الوعل المربعي. وهنا عند احتساب هذه العير في هذا الرأس هنا حامل 40 أي 20 في كل قرن للوعل. إذن هذه القناصة التي تميز بها مجموعة من الحوافة المختلفة في حضرموت، إضافة إلى القناصين في محافظة شبوة. رأس الوعل طبعاً يرمز قديماً منذ العصر السبائي، منذ ما قبل 1000 إلى 300 قبل الميلاد كان يرمز للإله عثر، وأيضاً وجد هذا الرأس منقوشاً في مجموعة من النقود السبائية كحضارة تاريخية قديمة. الآن وما تزال مجموعة أيضاً من المناطق محتفظة بهذا التقليد السنوي، إلا أن مؤخراً جمعية حماية البيئة اتخذت بعض الإجراءات للحفاظ على الوعول وطريقة قنصها للحفاظ على هذا الوعل العربي. وعند عودة القناصين إلى منطقتهم يدخلون صباحاً فيما يسمى بالمدخل، وفي اليوم الثاني كمراسيم أيضاً في الصباح تتم عملية الزف، وفي العصر عملية الروحة، وهي مجموعة من الأهازيج والرقصات الشعبية التي تحتفل بها الحافة والمنطقة. وكما يقال جاب الوعل بقرون. برنامج الميدان 9 برعاية الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة، مجموعة محمد بن شلوة للذهب والمجوهرات، خدمة حاسب من بنك الكريمي، فندق نستو السياحي. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. في من نزلت هذه الآية؟ معي هنا مع هذه الجلسة، ما شاء الله الجلسة هذه جميلة، هنا مع عقال مدينة تعز، صح؟ ما شاء الله، صلوا الجمعة وجمعة مباركة. معي سؤال، رمضان شهر القرآن وشهر يتنزل شهر نزول القرآن وتنزل فيه الرحمات، إن شاء الله ربنا يمدكم بالرحمات أمين والغفران، وهذا سؤال ديني في هذا الإطار. والسؤال يقول: نحن نسأل في إطار نزول القرآن الكريم وآيات نزلت في مواقف أو مواطن أو شخصيات، وهذا سؤال يقول: قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا. من هؤلاء؟ هذا المنافقين. من منهم؟ هذا شخصية معروفة. كفار قريش. أهو. كفار قريش. بني إسرائيل. كفار قريش. المنافقين. كفار قريش. علي بن أبي طالب. لا. كفار قريش. صحابي. كفار من قريش. قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله
لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. آية عظيمة. هذه الآية في من نزلت؟ وين الخيارات؟ ماشي خيارات. أنت قلت لي خيارات. في سلحة سلحة سلحة. في من نزلت؟ في علي بن رجع لعندي. في في عمر بن الخطاب. في طلحة طلحة بن عبيد الله. طلحة. عمر عمر عمر. أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق. إيه عمر. عمر بن الخطاب. منهم من عاهد الله، هذا أحد الصحابة كان شكى للنبي فقره وكان فقيرا، فدعا النبي أن يرزقه الله، فقال له لن تستطيع أن توفيه. عمر بن العاص. من ثعلبة؟ أيوة. تعال 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 لحظة تعال. من هو؟ ثعلبة. تعال ثعلبة من من؟ تعال ما شاء الله هذا معلومة عنده. تعال تعال ما شاء الله هذا دخل مباشرة. قلت في من أنت نزلت؟ ثعلبة. ثعلبة من من؟ الاسم ما عرفه، انما هو عاهد الرسول. ايوه. وقال له يعني لا كرمني يا ربي ان شاء الله لا تصدق، وبعدين ما قام بالوعود. طيب جاء للنبي صح؟ ايوه. وطلب منه ان الله يكرمه. وكرمه ربك من البل والغنم وكل شيء. وايش اصبح كان معه؟ واصبح بعدين يا طويل العمر بعد ما رفض ما يسلم الصدقه. اها. ربك اقضى على هذا حقه كلها. ما شاء الله. وجواب صحيح، قال في ثعلبه، هذا ثعلبه بن حاطب الانصاري رضي الله عنه. وجاء للنبي وهو يشتكي فقره وحاله، فطلب من النبي أن يدعو الله أن يرزقه، فقال يا ثعلبة لن تستطيع أن توفي حقه، فقال بلى يا رسول الله، فرزقه الله من الإبل والغنم ما لا يستطيع أحد أن يرعيها. فكان يسأل عن النبي أين ثعلبة، فقالوا ثعلبة في الوادي يرعي. فلما جاء إليه وطلب منه أن يتصدق لم يتصدق، وقال هذا مالي وهذا بجهدي. فأنزل الله تعالى هذه الآية، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا. بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وجواب صحيح، والسؤال ديني في إطار نزول القرآن. من الأخ الكريم؟ جمعان كرامة با مسلم. أستاذ ولا مقصد؟ ها؟ جمعان. جمعان كرامة با مسلم. من وين؟ من الشحر. من فين في الشحر؟ في منطقة الغربية الوادي القدير. جمعان بام سلم. وجواب نموذج صحيح. وهذه له أولا هدية من اسمنت حضرموت. اسمع الأقوى حيستاهل، مبروك عليك، وباقي لك مبلغ 70,000 ريال من اسمنت حضرموت. يستاهل، أعطوا الأقوى حيستاهل، أعطوا الأقوى حيستاهل الآن أيضا هنا. ما شاء الله سيارتك شو تجوب عليها؟ يستاهل. قلتي الوالدة تعيش؟ ايه. كم سنها؟ سنها ما نداري والله ما نداري، 70 80 90 120. لا انت كم سنك انت؟ انا ما نداري والله، 80 90 100. فين فين بيكون بيتهم؟ عند الجامعة بالدحي. ايوه بعد الدحي. بعد المرور. من المرور. بعد المرور كلها لين يوم عبده علي قاسم. طبعا وصلنا الى هذا المكان الذي يوصفون عليه هو بيتها، ولكن طبعا تفاجأنا انها تعيش بداخل دكان، هو فقط محل تجاري تم استئجاره، والان هم عايشين بداخل هذا المحل. السلام عليكم. كيف حالكم؟ السلام عليكم. حجه كيف حالها؟ كم عمرك يا حجه؟ كم؟ ما دراني وبين كم عمري. ما نشتري. تجاوزت 90 ما شاء الله. ما نشتري يا ابني، الا 90 الا 80 الا. ما شاء الله. انا مريض مريض وبني. اذا بس نحن جينا بس نزورك، ومعنا هذه هديه لك نعطيك اياها. تمام. ايوه تمام. جزاك الله خير. الله يحفظك. ربنا يحفظك ان شاء الله ويبارك فيك. وابني ان شاء الله. لا معي سكر. مريضه. مريضه وأني داخل ان شاء الله. انت خرج اطرب الله ربنا يطول عمرك ان شاء الله. ان شاء الله يطول عمري وعمرك. ربنا يطول عمرك ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. بيتهم هذا؟ هذا هذا مستاجر انت هنا؟ ايه مستاجر انا. اذا بس جيب لها هذه الهديه. هذه طبعا هذه لك هدية من قناة حضرموت. من حضرموت هذه جبناها لك، مبروك عليكي. مبروك علي. هذه بيسلك، هذه بيسلها جيبوا. هذه من ركن السعادة، إن شاء الله ربنا يسعدكم ويبارك فيكم. هذه 70,000 ليش؟ جزاك الله خير يا ولدي. ربنا ويطول عمرك إن شاء الله. الله يحفظك. طيب في حد هنا منكم يتواصل مع أيضا مع له
هدية أيضا من ركن السعادة، متجر اللي تريدوه إن شاء الله. إحنا داخل بهلا الأشياء، إحنا نازحين. أنتوا نازحين؟ نازحين. يعني هذا مش بيتكم؟ لا لا مش بيت أنا، بيت أنا بقبل حبشي. بيت أنا بقبل حبشي يعني يا ابني جا ويا يعني ابني. طيب هي من جبل حبشي؟ من جبل حبشي. نازحين ولا إيش؟ نازحين قال خمس سنين يمكن. طيب هل هذا هو بيتهم ولا كيف؟ لا مش بيتهم، هذا مستأجر. هذا محل، هذا محل مستأجرة، وعاد واحدة فاعلة دخلت ارتفع على الإيجار. مش هي بس، وهذا اللي دكان، هذا مش بيت. ما أنا هي وابنها، ابنها برضو تعبان. إن شاء الله ربنا يطول عمرك إن شاء الله. آمين آمين. ويحفظك إن شاء الله. لا تنسيني يا ابني، لا تنسيني. إن شاء الله ما ننساك إن شاء الله، ودعواتك الطيبة ربنا يبارك فيها إن شاء الله. آمين. وأيضا باقي لك هدية من راعي هذه الفقرة ركن السعادة، هذا متجر. إن شاء الله نتواصل معك برقمك، اي حاجه من المتجر حابين شويه وخذوها، سواء اواني منزليه او حاجات او شول او كذا، ان شاء الله بتواصل معاك وان شاء الله توصل لكم باذن الله يا حاجه. تمام تمام. في امان الله، الله ربنا يطيل عمرك ان شاء الله. في امان الله ودعواتك الطيبه. الله يحفظك ان شاء الله. هذه جنيهات الذهب وهذه سبائك الذهب، وهنا أيضا سؤال الذهب والصندوق الذهبي. إذن هنا بالجرامات وبالجرام. أهلا بكم إلى السؤال الذهبي وصندوق الذهب، اليوم من داخل محل الأرجوان بسوق عدن الدولي، وفقرة اليوم برعاية مجموعة محمد بن شلوة. هذه الفقرة برعاية مجموعة محمد بن شلوة التجارية. واضح يتم تجهيز السؤال هنا أو كشفه هنا، وتجهيز أيضاً الهدية، الجائزة، الراتب الشهري. لكن ما هي الخيارات اليوم؟ سؤال ميداني، سؤال ذهبي، سؤال جديد، وسؤال فريد. نسمع دائماً كلمة هذا الرجال مسبع مربع، ماذا تعني كلمة مسبع؟ السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله. رمضان كريم. علينا وعليك. معي سؤال ذهبي وجائزته ذهب من أبيان. أيوه. فين في أبيان؟ قعر. حيا الله أصحاب قعر الآن بسوقها هنا. ركز بس معي في هذا السؤال الذهبي. السؤال يقول ما معنى مسبع مربع؟ إيش كلمة مسبع؟ بس يقال ما تقولوا هالله هذا رجال مسبع مربع. معناتها كبير و إيش معناتها؟ هذا سؤال ذهبي. شوف مسبع يعني كبير قد المسؤولية و كيف؟ تمام محترم. محترم ما شاء الله، بس منين جات كلمة ايش معناها مسبع؟ مسبع هذه كلمة مسبع، مسبع هذا عندنا في البوابير. ايش سيارة مسبع دبل؟ خلك السيارة، لكن الشخص هذا مسبع. تعالوا يمكن يقصد سبعة كذا قياس، مسبع مربع بالقياس. مسبع مربع ايش يعني معناها؟ سبعة في أربعة كذا مسبع. سبعة في أربعة يعني مكتمل معناته. هو معناها مكتمل، لكن مكتمل منين جات كلمة مسبع هذه؟ على طول بعرض ولا؟ ايش تعني هذا رجال مسبع مربع؟ يقول لابس 7 أشهر او 4 أشهر. كيف 4 أشهر؟ يقول اخلق على 4 أشهر ولا على 7 أشهر، يقولوا هذا مسبع وهذا تعال تعال ما ادري. يكون يخلق على 4 او يخلق على 7. لا بس هو واحد، يكون واحد هو. يقول لك هذا الرجال مسبع مربع. مسبع مربع هو اذا خلق على 7 ما عم يقولوا مربع. كيف؟ لا مسبع مربع علشان العباره ذي بس. لا على تركب اذا كانوا 7 شهور معناها اما 7 او 4، لكن هذا الواحد يخرج كلمه. ايوه كل مسبع مربع. معلومه يا شباب، ذهب ذهب له مسبع مربع. ما هو تسمع هذه الكلمه؟ هو نعم اسمعها، لكن بس حسب اللهجات تقريبا، حسب المناطق ممكن تسميها. أيوة. حسب مناطق ممكن. أيه. ايش عندنا ممكن توصف بالشخص منه داهية هذا أو شيء كذا مثلاً؟ أيوة بس إيش تعني مسبع؟ هو مسبع مربع معناها الداهية العظيمة الذكية. معنى الكلام يعني. أيوة. واللي استامن عليه. أيوة بمعنى الكلام. حسب اللهجة المناطق يعني. من وين جت هذه مسبع مربع؟ الله. كلماتنا نقولها ولا نعرف. أيوة. من ما هي أصولها صح؟ ممكن بمعنى الشخص التخين أو السمين أو شيء كذا. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ مبسوط. كيف امورك؟ الحمد لله. انت بخير ومبسوط؟ الحمد لله. رمضان كريم اول. اليمين ان شاء الله. كيف احوالكم؟ الحمد لله. كيفكم مع تريم؟ تريم زين. وكيف رمضان تريم؟ ورمضان زين. طيب هنا في تريم ونسال هذا السؤال، هذا السؤال ذهبي. كيف معلوماتك؟ والله ما اعرف.
معلوماتك؟ ما بعرف. نشوف معلوماته. شوف معي هذا سؤال، إذا أجبت بتحصل على جائزة. السؤال يقول: ما معنى مسبع مربع؟ لا ما أعرف. إذا سمعت حد يقول والله هذا الرجال مسبع مربع، لا ما أعرف. بس كنت سمعتها ولا لا؟ نعم شو يقولون؟ حد عنده معلومة؟ لا. متى سمعت يقول لك والله هذا مسبع مربع صح؟ نسمعنا. متى نعم. يقولون كذا؟ متى يقولون هكذا؟ هذه يقولها عندما يكون الريول استامن عليه، استامن عليه مستقيم و... ايوه يقول لك ايش؟ مسبع مربع. مربع ايش معناها؟ والله معناها هذا ما بنقدر نعرف والله. والله صراحة ما ب ما بجي صراحة عليه. ما زل لا تعال كأنك يعني تهرب. لا لا ما بهرب ما بهرب. وين بتشرد كذا؟ مسبع مربع معناها هاي معدولة يعني بين طولها في عرضها يعني مضبوط. ايش هذا المضبوط؟ يعني مسبع مربع باعتباره قاماته كل شيء مضبوط، سمنه معدول، كل شيء تمام. طيب بس من وين جات كلمة مسبع؟ ختان. متى هذا يحدث؟ يوم التاريخ 7. ايوه. ايش يحدث؟ ختان وايش؟ ختان وعقيقة. ايوه. متى يحدث الختان والعقيقة؟ بعد كم ايام؟ بعد 7. بعد 7 ايام من ايش؟ من الولادة يعني. من الولادة. وجواب صحيح، طولة حي يستاهل. ما شاء الله. حاول. ما شاء الله. المسبع هو الشخص الذي يولد وبعد 7 أيام بالتمام يتم ذبح العقيقة له. العقيقة وكذلك الحلاقة، حلاقة الرأس، حلاقة الرأس. وش عاده؟ والختان. والختان وهي سنن. جواب صحيح هنا في تريم لهذا السؤال من الوالد الكريم. من؟ عبيد سعيد بخميس. عبيد بخميس من فين في تريم؟ من عديد. من عيد. أعطوا الحي يستاهل. والجواب صحيح والجائزة ذهبية هنا في تريم. إذن هنا معنا الوالد عبيد بخميس من عيد، وهو اليوم هنا في تريم فاز معنا بالسؤال الذهبي. والجائزة الآن صندوق ذهب، ولكن معه خيار قبل الصندوق. كيف حالك؟ تمام. أول مش متزوج؟ متزوج. خلاص صح؟ تمام. عيالك كلهم تزوجوا؟ بعض فيهم. طيب معك الآن الجائزة خيارين، تريد صندوق الذهب؟ الصندوق. الصندوق مباشرة. بطل رايك. الصندوق. الصندوق بس لا معنى حاجة ثانية غير الصندوق. كم رأس مالك اللي في جيبك؟ اللي في جيبي يمكن 3000 يمني. يمني. طيب 3000 يمني، ايش رايك نعطي لك ضعفها؟ لا 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 لا. ضعفها ماشي اللي في الصندوق. طيب جم ولا شوي. شوف لحظة، وهذا الموسم عندنا صندوقين يكون فاضي. تمام. قد يكون حظك اليوم فاضي. اللي يعطى رزقك بيصل. طيب انت مقتنع كذا؟ نعم. ولو طلع فاضي عادي؟ عادي يافي. ماشي مشكلة. عن شان ما تحسر، وعن شان الاحتمال انه قد يكون فاضي جبنا خيار جديد، وهو جيب الخيار هذا يا حامد. وهنا معي هذه حاجه حلوه، ايش رايك؟ انت موظف؟ لا. وظفوك في مكان؟ لا. معك شهاده؟ لا. اليوم بوظفك الان في هذه اللحظه، اعطي لك راتب شهري لمده سنه كامله. تمام. خفضوا له. ايش رايك؟ راتب شهري لمدة سنة. لا لا صندوق. الصندوق ما تحسر لما لا لا ما طلعش عادي. كيف عادي؟ عادي مالك رزق. مش انتوا الشيبان تقولون عصفور باليد خير من لا 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 خلي. اقل حاجة 5000 شهريا، يعني في السنة 60000. هذا اقل حاجة. مضمون 60 في السنة ولا جامعة ثلاث عادي. كيف؟ الصندوق احتمال فاضي بس على الله برزقه. رزق رزق صندوق 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 صندوق. احتمال فاضي. احتمال فاضي. الآن يا شاب اللي يقوله اللي بيساعده واللي حريص عليه واللي ما بغى يزعل، اللي يقوله يشيل الراتب المضمون اللي ما هو فاضي يرفع يده يا شباب. شوف هذا الراتب مضمون. لا 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 راي لا الراتب مضمون يعني ماشي فاضي في الراتب. ماشي ماشي لا بانيل والصندوق. يا صاحب تريم اللي يقولوا للعم عبيد بخميس يشيل الصندوق ولو كان فاضي يرفع يده. الصندوق. وهذا حكم الشعب بنفسه. والشعب للشعب. حكم الشعب للشعب. ترضى ان شاء الله. حامد خلص الرواتب، ما عاد يريد، ما يريد الرواتب. هات الغلية الضاق. ها هات الغلية الضاق فاضي.
خلاص هو خياره هو. ايه ايش رايك بعطي لك 100,000 ريال يمني وبشتري منك الصندوق؟ لا 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 لا, 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 لا. جيب الصندوق واعطوا له تحيه يا شباب. تفضل من محل الارجوان في عدن. هذا هو الصندوق محل الارجوان. ونشوف الان مع العم عبيد هنا في تريم هذا الصندوق ماذا فيه. يفتح بيده هو اختار الصندوق. اعطانا له 100,000 ما ابغى. ما عاد نزودك على كذا. خلاص لا عاد زود له باي شيء. حتى طير يفر من ابوه. خلاص اعطوه اياه. كذا كذا الف. بسم الله بسم الله على بركه الله. وتهب عم عبيد وذهب بقيمة 200,000 ريال على أرجوان للعم عبيد هنا في تريم لمجموعة حمد بن شلوة. ألف مبروك من محل أرجوان لمجموعة حمد بن شلوة. مبروك عليك. مبروك إن شاء الله. كيف المغامرة كانت؟ بس شفتك آخر شيء. لا لا ما بخاف أنا. لا خفت شوي. لا لا قالك حتى طير. قالك حتى طير يطلع. غامر العم عبيد في تريم. وهنا أيضا محل الأرجوان يهدي له هذه الهدية. مبروك عليك طبعا. كل عام وانتم بخير وطيب. اعطوا لكم حي يستاهل. ابداعات الطفولة وذكاهم. ونشوف اليوم معنا في فوة هنا طفولة جديدة. أربعة من الأطفال تعرف عليهم. كل واحد جيب لي اسمه كامل. محمد صالح كثيري. من فين؟ من فوة. فوة نفسها. محسن فيصل محسن عبد الله الحامد. من وين؟ من ربوة. ربوة خلف. لا عبد الحين مهندسين. ربوة المهندسين. مهندسين. عبد الحين محمد باشملان. من وين؟ من ضلاعة. الضلاعة. يوسف سعيد عمر صالح كثير من فوة. فوة نفسها. طبعا جاءوا من الاختبارات عندكم الدراسة اليوم. دراسة. دراسة تفوزون. أذكياء. استعدادا. عندي هنا محمد ومحسن وعبد الحي ويوسف. هذا لو اثنين فريق وهذا لو فريق. التنافس في بناء هذا البرج من جديد. سيتم تحطيمه تكسيره ومن يبنيه اولا سيكون هو الفائز. جاهزين؟ جاهزين. يلا نشوف محمد وعبد الحي. واحد اثنين ثلاثة ابدا سريعا. اللي يكمل بيكون الفائز. ولو 10,000 من يفوز اولا سريعا بسرعة. محمد بسرعة. عبد الحي يركز. من هو الأسرع يكمل يرفع يداته. اللي يخلص الأول ويثبت البرج يكمل ويكون سريع ويخلص أولا ما أدري من. عبد الحي. اسمع له تحية عبد الحي. بينما محمد حاول ما سرعت شوية. عبد الحي عندك خبرة ما شاء الله. إن شاء الله تبني أبراج بإذن الله. مهندس. أمين إن شاء الله. إذن 10,000 ريال من سمنت حضرموت لي المهندس المعماري عبد الحي. اسمع له تحية. بينما محمد سيغادرنا مشكورا ويغادر هذا الدور هناك عند الجولة الثانية. معي فيها محسن ويوسف. واحد اثنين ثلاثة ابدأ وخلص. ارفع يدك إذا كملت. أيوة بسرعة. اللي يكمل أولا. ركزوا من هو الأسرع. ثبت القاعدة أيضا تمام لا تخليها تطيح عليك. من هو الأسرع. الأسرع الأسرع بسرعة. هل يخلص؟ ثبت وارفع يدك وقول خلصت. إذا كملت قول ارفع يدك له. محسن. اسمع تحية لمحسن. يوسف مالك؟ تأخرت شوي. صعبة ولا سهلة؟ ايش ولا سهلة بس. على كل حال اذا 10,000 هذه لمحسن المتأهل معنا من الفريق الاول. واذا هنا يوسف يغادرنا مشكورا. يوسف هناك تغادر. شكرا لك يا يوسف. هنا تغادر. هنا بالمناسبة والمصادفة هنا معي والد محسن صح؟ نعم. ما شاء الله كيف ذكي ما شاء الله. هو ما شاء الله عليه. ربنا يحفظه إن شاء الله. أول الأول على طول. الأول إن شاء الله. نعم. نشوفه متفوق. نعم. ومعي هنا عبد الحي أيضا من أسرته. أسرته اسمها باشملان. ما شاء الله. بمبارك. من نفس الضلعة. من نفس الضلعة البمبارك. خلاص يلا نشوف. شجع ابنك وشجع ابن أهلك. جاهز محسن. عبد الحي جاهز. من يبني البرج اولا هو الفائز وان شاء الله يصعدوا على الابراج. ونقول اسرعه. واحد ارفع يدك. اثنين ثلاثه سريع كمل. ثبت القاعده تماما ولا ترتبش ولا شيء. ان شاء الله من يخلص اولا ويثبت الاولا عادي. كلهم انا بالنسبه لي فائزين لانهم اذكياء كلهم. وان شاء الله يكونوا متفوقين. ان شاء الله يكمل وارفع يداتك. اللي يخلص اولا يرفع يداته. رفع باقي حبه.
كملت؟ كملت. محسن باقي لك حبه. هو سريع. ما شاء الله وانتم اسرع. كلهم صراحة حقيقة فائزين، وبالتالي هنا للفائز طبعا الفائز 10,000 وللخاسر هدية، هذه أيضا 10,000 من اسمنت حضرموت لعبد الحي. وأيضا هنا وإن كان خاصة أنه الذكي أيضا هذه لك هدية من اسمنت حضرموت، مبروك عليك، كل عام وأنتم بخير، الله الله فيهم وموفقين إن شاء الله، وأنتم شان شبكم أذكياء وأوائل ومميزين. من أمام هذه الأبراج نتمنى لكم إقامة طيبة. الآن نتوقف مشاهدينا الكرام قبل أن نواصل فقرات هذه الحلقة من هذا البرنامج وحلقة اليوم مع سؤالكم، سؤال الجمهور والجوائز المرتقبة لكم وتجيبوا عليه. نشوف الصورة لهذا اليوم بالذكاء الاصطناعي، ماذا تقول؟ واضح هذه الصورة بالذكاء الاصطناعي، وواضح هذا الشخص اللي بيسافر لكن يبدو أنه لم يلحق على القطار. مثل شهير وعربي، ماذا يقول هذا المثل؟ ماذا يقول هذا؟ بإمكانكم الإجابة عن هذا السؤال بكتابة التعليقات على فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب على قناة حضرموت، والجائزة 100,000 ريال وأيضا سكن فندقي بقيمة 270 ريال سعودي في فندق نستو. أجيبوا عليه واكتبوا التعليقات. حياكم الله، اليوم مع التسوق واليوم من حاسب، وهذه الخدمة من بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي راعي هذه الفقرة. مرحبا بكم، نتعرف اليوم في هنا رويال ماركت بعدن على أجواء هذا التنافس مع المولات والمتنافسين والمتسابقين، نتعرف عليهم بعد هذا الفاصل، خلوكم معنا ولا تروحون بعيد. هذه الفقرة برعاية خدمة حاسب من بنك الكريمي. حياكم الله، تبعونا الآن وتعالوا نشوف يا إبراهيم من اللي ممكن اليوم يكونوا، هل شباب، هل من الأمهات، هل رجال كبار، أصحاب الحظ. تعالوا ونشوف هنا بداخل رويال ماركت في عدن يتسوقون على فكرة، وفي ناس ما شاء الله مع رمضان. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. رمضانك كريم علينا وعلى الجميع. أمورك وأحوالك طيبة الحمد لله بخير. معي مسابقة وتنافس، إذا ممكن تشارك معنا وفوز تتسوق على طول ان شاء الله. جاهز؟ جاهز. منصر العريق خلوه عندك هنا. سوقت؟ كملت ولا عادة؟ على وشك. معنا مسابقة، هل ممكن تشارك معنا فيها؟ ان شاء الله باذن الله. اسم الكريم من؟ معاذ مانع السعدي. من وين يا معاذ السعدي؟ انا من يافعي. أي نعم. من السعدي. ما ادري كم تعال كيف حالك؟ سلام كيف حالك؟ امورك؟ الحمد لله بخير، اخبارك؟ طيب معنا مسابقة تنافس، إذا فزت ممكن تسوق باللي تريده، مش هذا الدجاج باش جيب لك كرتون دجاج. طيب جاهز؟ الاسم الكريم من؟ عامر صالح محمد الجعيدي. من وين يا عامر الجعيدي؟ العادي حضرموت. حضرموت ايوه. بس ساكن بعدن؟ طيب تتفضل بس معنا، ان شاء الله اهلك يتابعوك، اهلك انا ولا بالرياض؟ لا هنا. يلا ان شاء الله اعمامك وكذا كلهم. منتصر العريقي. منتصر والثالث؟ معاذ. تعال يا معاذ، تعالوا معنا الان هنا. الان الاسرع الكلمات هي بطاطس، رمان، تفاح، قلم، أرز، ليمون. برتقال. برتقال أول واحد نطقها. برتقال، اسمع له أقوى تحية، يستاهل. كيف؟ جمعنا الحروف خارجنا. جمع الحروف كان أسرع هو. على كل حال ما في مشكلة. ما في مشكلة، طبعا سعدنا بكم وسعدنا بكم، لكن قبل ما تغادروا أيضا، وأنت أيضا مبروك عليك، لكم أيضا هذه هدايا من بنك الكريمي ومن خدمة حاسب من بنك الكريمي، هذه هداياكم الرمضانية، مبروك عليك يا جعيدي، مبروك، وهذه هديتك الرمضانية، مبروك عليكم يا عريقي. ويبقى معنا السعدي. معي خيارين، الخيار الأول معي طاولة الأحرف، ومعك خيار 9 في 9. هذه الحروف. ليش؟ أبو التسع يبغى لك مشاوير. أنا أشوف إن شوف التسع، 9 في 9 يعني 9 مرات من 9 ثواني. 2 ثواني. أكثر من دقيقة. أيوة أكيد أكيد. أكثر من دقيقة. شوف أنت صاحب همة بتجيب أي حاجة. من همة الله يحفظك. والله أنا أتمنى إنك 9 في 9. جوري مغارقة. يلا تمام. جوري.
معاذ جاهز؟ إن شاء الله. في هذا السباق شوف مشارح الارتباك. معاذ 9 في 9 والموسم التاسع ونقول. معاذ 9 في 9 والموسم التاسع ونقول 1 2 3 بدأ العد الآن في أول 9 ثواني. ورينا الثواني بس يا حامد. الوقت الآن ممتاز. الوقت الآن ويستمر الآن. ممتاز ممتاز وصل ممتاز حلو وصلت. انتبه للوقت. تمام معلي. المرة الثانية 9 الثانية 1 2 3 سريع سريع. الوقت الآن ما يزال الآن يجري. معاذ الوقت ايش رايك؟ انتهى الوقت. خلي على جنب. معاذ تاخرت شوي الساعه. يا اخي الساعه حط الساعه هنا. يلا يلا يلا. الساعه عرقلته في اخر ثوان. 1 2 3 الوقت الان. اسرع لا احد اللي خلفه يا شباب ولا احد يروح معاه. الوقت الان فين راح؟ سريع الوقت الان. اهم حاجه الوقت الان يا بسرعه. الوقت ما يزال. لحظه مفروض تجيب. ليش ما سحبتها يا اخي؟ لما الصافره. التسعه الرابعه ونقول 1 2 3 سريع 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 سريع. الوقت الان سكر سكر لا سكر تغير تغير ماشي صح ولا ايش تشوف انت؟ والله ما ادري ايش تشوفه. لا سحبنا هذا مضمون. والله ما عاد شوف. والتسعة الخامسة الآن. 1 2 3 الوقت الآن يا معاذ سريعا. تونة 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 تونة. والله الحين هذا من منطقة ما شاء الله منطقة 14. شوف الجمهور الجمهور. التسعة السادسة. 1 2 إذا بتطلب راح 3 خلاص. اللياقة ضعفت الآن عنده تماما تماما. 2 3 4 5 والوقت الآن بسرعة بسرعة بسرعة. استمر بنت هذا أبوها. عجل هذه لما يجي تضبطها هذه تضبط. التسعة السابعة ونقول باقي لك 3 حاجات. 1 2 3 على بركة الله يا معاذ سريع سريع. الحين ايش بيجيب ايش بيجيب؟ حليب حليب تونة حليب جاهز. استمر بنت حبالي. طبعا هذا ما يحسب. ليه؟ لانك جبته من هناك. هذا لابد تجيبه من اول الى هناك. يلا خلاص جنوا جنوا برا. التسعة الثامنة نقول 1 2 3 سريع يا معاذ. معاذ لو كنت اسرع بسرعة. الوقت الان 5 ثواني 6 ثواني 7 ثواني تمام كمل صح؟ الحين هذا عادي وزيت ذاك ها؟ ليش تخبط معك 2 زيوت ليش؟ قلنا بعد اخرق ذا. وانت اصلا هذا ما وصلته. بقول لك مرة ثانية. مرة ثانية. خلاص خلاص يا فشلت في كم محاولات؟ محاولتين صح؟ التسعة الأخيرة يا معاذ. 1 2 3 سريع على بركة الله. استمر بسرعة بسرعة كل شيء. استمر سريعا حاول. ما أدري إيش هذا سهل. بسرعة معاذ. أنا بقول نوت الله جهد. خلاص شكرا جزيلا لكم. تعبتونا والله. شكرا جزيلا لك. كيف تعبناك؟ كيف حالك؟ الله يحفظك. كيف الخير؟ الله يسلمك. تعبت واضح والله. تعبنا وملانا الشميز وذا. لكن الشميز بديله 10 شمزان. جيبوا شميز يا شباب. كم توقع يطلع عندنا؟ انت كم تتوقع يطلع؟ 200 300. ها 200. جيب السلة ونشوف كم يطلع عند المحاسب. حط في سلتك. شوف عند المحاسب. يلا يا معاذ نشوف. انطلق انت. هل لما جيت كنت بتشتري مثل هذه السلة ولا اقل امانة؟ لا لا ما انا بشيل الحاجة 10,000 ريال لو طولت. بس وليش الان زعلان؟ زعلان من التعب. اي حاجه مكرر تقول. هل هذا الان شبيه بهذا؟ لا. ايش رايك؟ ايوه فوق قدام محاسب. ايش عندنا بقول؟ نحتكمله خلاص. كله زي هذا. ما حصلت لك كرتون منه ليش؟ والله ما حصلنا كرتون. كرتون كامل موجود عنده. نشوف اجمالي الحساب داخل رويال ماركت بعدا بالعرض. شكرا جزيلا يا استاذ سعيد. شرفنا والله. نحن شرفنا بك واصحاب يافع طيبين الكرماء. والنعم فيك الله. نشوف والاجمالي كم؟ 305,300 ريال. 305,000 و
و300 ريال هنا بداخل رويال ماركت الاخ معاذ السعدي. نعم. الف تحيه يستاهل، اعطوا اقوى تحيه يستاهل. وطبعا هنا يتم الحساب عبر خدمه حاسب من بنك الكريمي للتمويل الاصغر الاسلامي، واضح طبعا الخدمه هنا وانتشارها طبعا الموجوده، طبعا خدمه سريعه جدا، يتم الايداع مباشره عبر النقطه الموجوده هنا للمول الموجوده، ويتم الايداع. تم وصول المبلغ؟ تم. تم الوصول، ونحن ايضا اتممنا حلقه اليوم مع معاذ المتاهل من بين ثلاثه متسابقين. يلا جمهور اسمع اسمع اقوى تحيه للفريق الاخضر، اسمع اقوى تحيه للفريق الاصفر. اليوم تحدي جديد هنا في منطقه ظري بدوعن مع شباب وشيبان وكذلك ايضا اصحاب الفتوه والقوه. هنا معي تحدي جمع الماء من المنطقه الاولى او خط البدايه حتى هنا خط النهاية، من يجمع الكمية أكثر سيكون هو الفائز. الفريق الأخضر هنا بقيادة أبو طايع، اسمع له تحية. أما الفريق الأصفر بقيادة أبو شحوف. الفريق الأخضر عبد الله العماري، علي بالخريصة، عمر أحمد، محمد الحداد، ياسر بامسطول. الفريق الأصفر هاني بامسطول، خالد عمر، فهد بانواس، صالح عمر، عمار العماري. أبو طايع جاهز؟ جاهز. إيش بتعمل؟ بقول هكذا ونحسب جمهور، احسبوا للثلاثة ونقول ينطلق الآن. يلا سريع سريعا حاول. اليوم اذا طاحت كميه بسرعه، روح جيب واحده بالون ثاني. اللي بعده للاسف ابو شعوب فشل. الفريق الاصفر هاني مقبول، هاني يبدا بسرعه بسرعه يا هاني. تقفيزه يواصل الان هاني، يواصل الان هاني. هاني يواصل ويبدو وللأسف طاحت بالونة هاني الآن. فهد حبة حبة يا فهد، ممتاز فهد حبة حبة ينطلق فهد الآن. وهل يوصل فهد؟ هل يوصل أم لا؟ فهد يوصل. خالد عمر الآن، يلا واحد اثنين ثلاثة ينطلق الآن. خالد انطلق، دافع بسرعة خالد عمر الآن، دافع ويحاول ويواصل خالد عمر. هل ينجو من هذا الفخ أم لا؟ وينطلق الآن وصولا، وأوصل البالونة الثانية. خالد أبو شعوف جاهز؟ جاهز. حاول تركز. أبو شعوف الآن ينطلق واصل. يلا واصل بسرعة. ينطلق أبو شحوف، وهل أبو شحوف ينطلق بدون أي إعاقة ويبدأ أنه سيخلي الأمن المنطقة أم لا؟ منطقة ضري، منطقة ضري، منطقة ضري. أبو شحوف وقائد الفريق الأخضر، ايش اللي حدث؟ ايش؟ اعرف مسكني والله، شكله يشوف الظاهر، شوف الظاهر، شوف الظاهر، شوف هاي والله بس لك يعني. واحد اثنين ثلاثة، اسرع اسرع الان. ومن يوصل منهم؟ هل يوصل او لا؟ ماشي داعي اخضر، خلاص خلاص خلاص. الجولة الأولى انتهت للفريق الأصفر، ونشوف كم كمية الماء التي جمعها.
الآن الفريق الأخضر سيقوم بعملية جمع الماء والأصفر سيهاجم. الجولة الثانية الآن، ونقول جمهور حسبوا للثلاثة، ونقول واحد باسودان، واحد اثنين ثلاثة. ينطلق عمر وينطلق الآن ممتاز، يواصل عمر يواصل. هل يوصل أم لا؟ هل يوصل؟ وأول جولة لي عمر. انطلق الآن، ينطلق المتسابق الثاني وينطلق الآن ويوصل، ينطلق الآن ويوصل، يوصل ولكن بدون ما يبدو أنها. وين الماء اللي جبته؟ فيه وينه؟ كبيته فيه، خاف الله. المسابقة بجمع الماء وليس جمع الهواء. واحد اثنين ثلاثة. عبد الله حسن الآن ينطلق، ينطلق ويجمع. اسمع أقوى تحية لو يستاهل. سريعا، جاهز؟ جاهز. واحد، حافظ عليها. اثنين ثلاثة. أبو طايع، أبو طايع، يوصل أم لا؟ وهل يوصل أبو طايع؟ أبو طايع يبدو أنه الآن يوصل. كمية كامل مالي طرحتها من ري؟ طرحت شيء ماء؟ أوه. ولا هواء؟ لا لا ماء. ولا ديد؟ لا لا ماء 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 ماء. واسمع تحية أقوى لأبو طايع. ارجع، جري جري جري، قفز. ياسر بامسطول، واحد اثنين ثلاثة، انطلق ياسر، قفز سريعا الآن. ياسر هل يوصل؟ يوصل، يبدو أن ياسر الآن بيوصل. أقوى تحية الآن ياسر. محمد محروس، واحد اثنين ثلاثة. محمد محروس هل يوصل؟ هل يوصل أم لا الآن؟ وصل أخيرا. جولة أخيرة، كمية الماء هي الحاسمة الآن. واحد، انتبهت، اثنين ثلاثة. سريعا الآن، هل يوصلوا أم لا؟ أبو طايع لأنه أبو طايع لم يصل، ولم وإنما يدور ويحوس ولا يدري ماذا يفعل في مكانه. أبو طايع يا مرحبا، أكل البالون في فمه. نقدمه والله. ايش اللي حدث؟ ايش هذا؟ اذا اعطاها بخشي من هو هذا؟ هذا ما ندري من هو. وانت روح الطوالي كرجل آلي الى عند، ليش ما شترت شوي؟ بدي كذا ارجع حاجاني. ليش ليش ما رحت تجي؟ خلاص والله ما معجله هون الطريق. طبعا انتهت هنا الجولات للتحدي الشباب الموجود هنا. الاخضر بقياده ابو طايع قدموا اداء، خصوصا هو نفسه ابو طايع يعني قدم اليوم اداء طيب في المرحلة الأولى، إلا لكن في الجولة الثانية تأخرت شوي. بينما الفريق الأصفر بقيادة أبو شحوف كانوا أكثر قوة وفتوة وجرأة، إلا أن كمية الماء هنا ستكون هي الحاسمة. هذا ما جمعه الفريق الأصفر في المرحلة الأولى. إذن هذه كمية الماء إلى هذا المكان هنا، هذه كمية ماء الفريق الأصفر. من اللي تعب؟ أبو شحوف. وانت؟ لا أنا جبته عرقة من المعيان، من المعيان جبته. من الغيل، من الغيل طالبه. أبو شحوف جابه من تلتون. يعني غش أبو شحوف. أيوه أيوه. وانت جبته منين؟ أنا جبته من الغيل طالبه. من المعيان. ما حد شافني. طيب بنشوف الكمية كم. كم؟ عد. أكثر ولا أقل؟ لا أكثر. أكيد. أكيد ونص.
طلع غمزوا غمزوا الولد ايه ها شفته هذا بس لا بس على طراخ والله طراح العود سواء ها والله على رب فوقك ايوه ها شفته وهذه كمية ماء الفريق الاخضر ابو طايح ابو طايح اخضر ابو طايح اخضر في احتجاجات هات 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 قالوا انك ايوه كنت شو ايوه صح يا شوف يا شوف يا شوف يا لا معصب من حيوني اه والله بتغلطني بغيت بتغلطني بغيت واضح ان الفريق الحاصل على المركز الاول هو الفريق الاخضر اسمع اقوى تحيه لابو طايع بينما الفريق الاصفر قدم اداء وواضح انهم زعلوا شويه زعلنا والله زعلنا سواء جم وزير ومبلغهم اذا للفريق الاخضر 90,000 ريال وللفريق الاصفر المركز الثاني 60,000 ريال من سمنت حضرموت واسمع اقوى تحيه للفريق الاصفر اقوى تحيه للفريق الاصفر فعل يمال برخه السمان كله من الجمال 2000 ريال سعودي ولا طبعا ما يريدها وثبت على صندوق